أعلن الجيش الفنزويلي حالة التأهب القصوى عقب ورود تقارير إعلامية أمريكية تفيد بشن واشنطن حربا ضد البلاد. ووجه الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قادة جيشه باتخاذ التدابير والاحتياطات كافة، مشددا على أنه سيدافع عن بلاده تحت أي ظرف. وأشار مادورو إلى نية الولايات المتحدة لشن هجوم عسكري على فنزويلا للسيطرة على مواردها النفطية.